بعد استكمال المرحلة الأولى في عملها ووضع الدعامات والأساسات للإقلاع الاقتصادي في مدينة واذيبو وتهيئة الأرضية والبنى التحتية الضرورية لهذا الإقلاع وتواصلا في مشروع تحديث البنى والمرافق الأساسية من طرق وموانئ وفضاءات تجارية وسياحية قادرة على جلب الاستثمارات وخلق القيمة المضافة، تعكف السلطة منطقة واذيبو الحرة على التحضير لإطلاق المخطط الخماسي في مشروعها التنموي الكبير وتحديد أبرز ملامح وخصائص خطة العمل المستقبلية التي ستكون في الأساس تواصلا مع روح ونهج الإصلاحات الكبرى وحصيلة الإنجازات التي تحققت في الخمسية الأولى من جهة، ومن جهة أخرى ارتيادا لآفاق جديدة عنوانها الأبرز خلق المحفزات الضرورية للمستثمرين والقطاع الخاص للإسهام بقوة في الحركية الاقتصادية والتنموية للمدينة وتفعيل دور القطاعات التنموية ذات الصلة المباشرة بمسعى التحديث وتحسين الواجهة الاستثمارية للمنطقة. المجلس الأعلى للتوجيه الاستراتيجي اللي انعقد يوم الاثنين الماضي كانت فرصة أقيم فيها المجلس الأعلى تحت رئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز، أقيم فيها ذا اللي يعدل، وكانت فرصة وحدد فيها ذاك اللي يلا يعدل في الأعباق المقبلة من أجل أن تكون الصورة كاملة وعناصر التنمية أو النهضة الكبيرة اللي منتظرة تكون متكاملة. وفعلا كان أحسن إطار لذا هو المستثمرين، مهم عندهم فعلا تحفيزات الجمركية والجبائية ورفع الحواجز الجمركية بشكلها كامل وتبسيط الإجراءات، لكن أيضا مهم عندهم بشكل كبير أن عوامل إنتاج البضائع والخدمات تكون هذه عوامل الإنتاج متوفرة، أولا يكون عرضها كافي لتغطية الحاجيات، والثانية تكون من نوعية جيدة، والثالثة تكون أيضا بأسعار تنافسية. انطلاقا من هذه التصور وحددت خطة خماسية سمات خطة نواذيبو مدينة تنافسية لتركز على 5 قطاعات أو 5 عوامل إنتاج أو 5 خدمات عمومية لهي نعطالها أهمية كبيرة ومتابعة دقيقة من أجل أن اللي متوفر منها في نواذيبو تعود متوفرة فيه بالشروط الثلاثة اللي قلت الأولى. وقد مكنت عصرنة وتحديث المنشآت المينائية في مدينة واذيبو وتطوير كفاءتها الذاتية من التغلب على قائمة طويلة من المعوقات التاريخية ظلت تشل الأنشطة المينائية وتحرمها من مداخل معتبرة هي اليوم في المتناول بعد أن كانت خارج الدورة الاقتصادية لهذه المنشآت. يعني خرصوا المؤسسات العمومية الموجودة في واذيبو نفس الشيء، خاصة منها المرافقين الأساسيين في مدينة واذيبو اللي هم ميناء واذيبو المستقل وميناء خليج الراحة، اللي كيف تعرفوا المدن المينائية صحتها الاقتصادية تنقاس بالمواني والمؤشر اللي تنضبط بها صحة هذه التنمية في هذه المدن. هؤلاء المينائي الاثنين شهدوا نقلة نوعية في سنتين وثلاث سنوات الأخيرة. ميناء واذيبو المستقل عدد الحاويات اللي تم تناولها فيه تم مضاعفته في أقل من 3 سنوات، مشى من 21,000 حاوية تقريبا إلى أزيد من 43,000 حاوية في أقل من 3 سنوات. رقم أعماله أي مداخل المؤسسة ضاعفت 3 مرات ما بين 2013 و2018. وعلى ضوء الحصيلة الملموسة التي راكمتها سلطة منطقة واذيبو الحرة خلال الخمسية الأولى التي تضمنت مراحل التأسيس وإعداد الأطر والنظم المؤسسية والقانونية، يمكن التكهن بمرحلة واعدة أكثر ديناميكية وأكثر نشاطا وخلقا، مرحلة استكملت فيها كل قواعد الأساس وتمت تهيئة الأرضية المواتية للإقلاع.